مرحبا يا أصدقائي المبدعين، في برعات اليوم سنصنع لوحة نستطيع الكتابة عليها. سنحتاج أوراق بيضاء ووردية، ورق مقوى، ورق شفاف، مقص، شريط لاصق، مسطرة، قلم رصاص، وشمع حراري. في أول مرحلة نأخذ قطعتين متساويتين من الورق المقوى ونرسم عليه شكل بيضوي في أعلى الورقتين. ثم نرسم مستطيلا في وسط الورقة الأولى بهذه الطريقة. والآن نقص الورقتين بهذا الشكل. ثم نقوم بقص ورق بيضاء تكون أصغر حجم من الورق المقوى الذي لدينا، ونقوم بتغليفها بالورق الشفاف. ونقوم بتغليف الورق المقوى التي تحتوي على مستطيل بالورق الوردي بالطريقة التالية. والآن نلصق الورقة البيضاء التي قمنا بتغليفها بالورق الشفاف على الورق المقوى الأولى. ثم نلصق الورقة المقوى الثانية فوقها بهذه الطريقة يا مبدعين. ثم نرسم أذنين على الورقة الوردية وأذنين على الورقة البيضاء تكونان أصغر حجم من الورديتين، ثم نقوم بقصهم. ونلصق الأذنين البيضاء في وسط الأذنين الورديتين كما تشاهدون يا مبدعين. ونقوم بلصق الأذنين في مكانهم بهذه الطريقة. ونضيف عينين بلاستيكيين ونرسم فم لنتحصل على لوحة الأرنوب الجميلة.
رأيكم يا أصدقائي في لوحتنا؟ وهنا يا أصدقائي صنعت لوحة ثانية بنفس الطريقة لكن بلون وشكل مختلف. والآن يا أصدقائي أنصحكم بتجربة فكرتنا وصناعة لوحة بالشكل واللون الذي تحبونه. والآن لم يتبقى لي سوى أن أقول لكم إلى اللقاء ونلتقي في حلقة جديدة من نادي تيمو برعات. إلى اللقاء.